أعلنت السلطات الليبية مصرع 25 شخصا في الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية دانيال والتي اجتاحت عدة مناطق شرقية البلاد. وأعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي مدينة درنا وبعض المناطق الأخرى مناطق منكوبة جراء الدمار الذي لحق بها بسبب الأمطار والسيول. وأفاد مراسل العربي بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل كبير نظرا لكثرة البلاغات عن مفقودين.